وحول ذلك ينضم إلينا الكاتب في صحيفة مكة والمهتم بالبحث التاريخي الدكتور زيد الفضيل. أهلا وسهلا بك دكتور. مشروع ضخم جدا، برأيك ما الأهمية التاريخية لهذا المشروع؟ أهلا وسهلا أخي فيصل، وما في شك أنه مشروع مهم. رحلة عبر الزمن، أعتقد أنها هو العنوان الأجدر الذي سيكون عنوانا للمملكة العربية السعودية في الخطة القادمة، حاضرا ومستقبلا إن شاء الله. لا سيما وانه احنا في المملكه نقع في قلب العالم القديم، ونربط ما بين الحضارتين الرئيسيتين في العالم فيما مضى في العالم القديم، وهي الحضاره الرافديه والحضاره المصريه. فياتي هذا المشروع لكي يتواكب مع هذه المسيره في الوقت الراهن. فاتصور ان هذا مشروع مهم جدا، وسيكون له اثره على الصعيد المحلي الوطني، وعلى الصعيد الانساني كذلك، على صعيد المنشاه التاريخيه والمنشاه الاثريه. ما في شك أنه سيكشف لنا كما كبيرا من المخزون الحضاري الذي كان سائدا في هذه المنطقة في درع الجزيرة العربية. نعم. لا سيما وأن منطقة العلا هي منطقة غنية بآثارها كما لا شك. نعم. دكتور زيد، لو نتحدث عن كيف سيعود بالنفع على السياحة في المملكة واستقطاب أيضا جميع العالم لمثل هذا المشروع. أنت تعرف أخي فيصل، العالم السياحة في العالم تكمن فيما تملكه من آثار، فيما تملكه من مناظر طبيعية، فيما تملكه من منتج سياحي بشكل أو بآخر. إسبانيا يتوافد إليها قرابة 70-80 مليون في السنة لرؤية الآثار التي جزء كبير منها آثار إسلامية. مصر الآن افتتحوا هذا الثلاث المتاحف الرئيسية التي من أجل أن يجذبوا الحركة السياحية. إحنا في المملكة العربية السعودية لدينا كم ومخزون كبير جدا من الآثار، سواء كانت الآثار القديمة كما هو مشار الآن في هذا المشروع الذي يعود إلى 7000 سنة، يتحدث عن حضارة بدأ صالح وثمود وعن المملكة الدادانية وعن اللحيانية والأنباط. وخلي بالك إحنا ترى في هذه المنطقة منطقة كان فيها ملكات. نعم. هذه المنطقة كان فيها أنا أقول لك في التاريخ القديم، في الألف الأول قبل الميلاد كان يوجد لدينا في هذه المنطقة خمس ملكات حكموا مناطقهم، الملكة الشمس والملكة أدد وغيرها، وصولا إلى الملكة زنوبيا التي كانت في تدمر، والتدمر هي امتداد لهذه المنطقة في كل الأحوال. صحيح. الآثار الآن سيكون لها دور كبير جدا في جذب السياحة. العالم متشوق إلى أن يأتي للجزيرة العربية. المملكة العربية السعودية التي تشكل أربعة أخمات الجزيرة العربية تمثل اليوم منجم ذهب في هذا الباب، لا سيما إذا اهتممنا بمشاريع حقيقية. كما أعلن سيكون هناك مشروع ضخم 15 مركز متاحف. طيب جميل. شيء ضخم جدا. سيد زيد، خليني أسألك هذا السؤال الأخير. برأيك كيف سيسهم هذا المشروع في توسيع الآفاق لأبناء الوطن، الآفاق التاريخية بكل تأكيد؟ ما في شك أن هذا المشروع يجب أن يتعاطى معه أبناءنا. أولا نحن نحتاج إلى أن يتواكب مع هذا المشروع حملة لتعريف أبنائنا بقيمتهم الأثرية. للأسف ما كان هناك اهتمام في المرات السابقة، وسمو الأمير محمد قد أشار إلى فترة سابقة وجاء لكي ننتقل منها نقلة نوعية. نحتاج اليوم إلى أن نعيد الآثار إلى قيمتها، إلى أن نتوسع فيها، نعلم أبنائنا في المدارس القيمة الأثرية للمملكة العربية السعودية على مختلف الحضارات، من التاريخ القديم إلى التاريخ الوسيط إلى التاريخ الإسلامي إلى التاريخ الحديث في كل الأحوال. إذا تعلم أبنائنا ذلك، وإذا اهتم الإعلام أيضا بعمل برامج دقيقة في هذا الباب، سواء كان مرئي أو مسموع أو حتى ورقي، نتصور بأننا سننشئ بعد ذلك جيلا يهتم بهذا الامر. اريد كمان انبه الى انه كليات السياحه اليوم يجب ان تستهدف تخريج موظفين في الخدمات السياحيه الاثريه، بمعنى انه يجب ان تكون ماده الاثار ماده رئيسيه في كليه السياحه والفندقه. اتضحت التي الصورة. موجوده في المملكه والتي ستقام بعد ذلك. نعم، شكرا لك دكتور زيد الفضيل الصحفي والكاتب في صحيفه مكه والمهتم بالبحث التاريخي.